خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. إلهي، في الطريق إليك كثيرا ما نلقى واحات خضراء نتفيأ ظلالها، متأنقين مكتسين حلة العبودية، فننهل من ينابيع المحبة، فيرفعنا الدعاء إليك، فنبث كالنجوى ونبث كالشكوى. وأنت ربي، أنت أرحم الراحمين، ومن أحق بالنجوى منك؟ وهل يشتكى ربي إلا إليك؟ في الطريق إليك يطمعني الرجاء بك، في الطريق إليك يطمعني الرجاء بك، فأدعوك إلهي، أدعوك أن تمنح لجبين موضع صيدة، وأن تغرق قلبي في بحور الجمال حتى لا يتنفس إلا بالمحبة، وأدعوك أن تبارك لي في الرزق الأعلى الذي أفض به علي، الإيمان. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.